السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة ودرس جديد سور كيزاكو.com. في الحصة ديال اليوم اللي هي حصة من حصص لونغاج جافا بور لي ديبيتون، غنشوفو سكون ابيل لي برونشمون كونديسيونيل ولا لوتيليزاسيون ديال لي كونديسيون في لونغاج جافا. يعني انا مثلا ملي كنبغي نقول ليه واحد البروغرام اللي كي افيشي ليا كما كيبان لكم في الصورة امامكم، الا كان نعطي واحد العدد الا كان كبر من 5 كيقول لي راه كبر من 5، كان صغر من 5 كيكتب لي ميساج صغر من 5، وإلا كان قد 5 يكتب لي هذا العدد كيساوي 5. اوكي، يعني انا يقارن لي واحد العدد نكتبه ليه هنا مع العدد 5. لي برونشمون كونديسيونيل كنستعملهم في هذه الحاله، والفورما كتكون على الشكل التالي، كندير اف وكندير لا كونديسيون ديالي هنايا نسميها انا كونديسيون كنحلها من بحال هكا وكنهبط. الا كانت هاد لا كونديسيون متحققه كنجي كنكتبها هنايا، كنكتب هنا لو تريتمون كوريسبوندون، يعني انا اش خصو يدير ليا الا كان الكونديسيون الاولى محققه اش خصو يدير ليا. كاينه من بعد كندير اس اف كنعاود تاني نكتب كونديسيون 2، عفوا بين قوسين كندير لا دوزيام كونديسيون ديالي كونديسيون 2، كنعاود تاني نحل لاما وهنا كنكتب تاني لو تريتمون 2. يعني الا ما محقق الشرط الاول ومحقق ليا الشرط الثاني كتب ليا هكا، نقدر نبقى ندير ايلس اف بزاف المرات. وكاينه ايلس يعني ان لا الشرط الاول ما محققش والشرط الثاني ما محققش ما تبقى من الشروط، ديك الساعه كندير تريتمون 3. بحال هكا كنديرو البرونشمون كونديسيونيل افيك انستركسيون اف الس اف الس. اوكي، نديرو بالمثال اللي حدانا باش يبان لكم لا كونديسيون اللي عندي الاولى شنو هي. اول حاجه بعدا نديكلار الفاريبل ديالي غنخدم بهم، ياك انا غنقول ليه هنايا انت لا فالور شوازي. اوكي، مثلا انا بور لو تيست في الاول غنعطي رقم لا فالور 6. لا كونديسيون الاولى شنو هي، كنكومباري لا فالور شوازي مع 5. الا كانت لا فالور شوازي صغر قطعا من 5، شنو التريتمون اللي قلنا؟ قلنا نكتبو سيستم اوت بوينت برينت الين، تكتب لي ميساج اللي يقول لي بان لا فالور سيزي هي انفيريور ا 5. كتب لي هذا الميساج هذا. اوكي، لي ميساج ديما كنديرهم اونتر غيومي هنايا. اوكي، الشرط الثاني شنو هو دابا هنا؟ الا كانت لا فالور صغر من 5، نشوفوا دابا العكس. الا كانت لا فالور شوازي كبر قطعا من 5، شنو الميساج اللي غيكتب ليا؟ حنا معايا كي ندير واحد كوبي كولي هنايا، غنقول ليه لا فالور سيزي اي سوبيريور ا 5. اوكي، وهنا في التريتمون الاخر، يعني الا كانت لا فالور شوازي ما هي صغر قطعا من 5 ما هي كبر قطعا من 5، فانها غتبقى قيمة 5. اذا هنا كندير لي سيستم اوت كتب لي فالور سيزي اي تيغال ا 5. اوكي، تيستيو هادشي شوفوا واش يعطينا. مثلا انا مجرب لي لا فالور سيزي هي 6، ياك شوازي عفوا هي 6، ونشوفوا دو تريتمون واش غيدير. قلنا كنمشيو للكونسول ديالنا، حتى انا هنا خدام غير بالنوتباد، كنمشي فين حاط لا كلاس ديالي كوم دابيتود. انا ديما كنحطهم في السي ديريكتومون، هو الشوما عندي هنا سي كيزاكو بوين جافا. دونك كنكومبيلي الكود ديالي، كنقولي جافا سي كيزاكو بوان جافا، كنتسنى يكومبيلي. وباش نيكزيكوتي كندير جافا كيزاكو بحال هكا، شكتب لي الميساج لا فالور سيزي اي سوبيريور ا 5. المهم هادو
اه دي كاركتر سبيسو، هو ما كيعرفش لي زاكسون داكشي اش كيطلع ليه بحال. نجربو دابا، درنا ليه 6 ودرنا ليه 2 شخصيو ديال، كنعاود نكومبيلي لا كلاس ديالي اشاك فوا كنموديفيغ خصني نعاود نكومبيلي لا كلاس ديالي جيكزيكيوت شوف شنيا لا فالور سيزي ات انفيريو ا 5. دونك هو البروغرام اش كيمشي يدير في هاد الحال، كيشد لا فالور شوازي وكيدير الكونديسيون ديالو بجوج صغر من 5، اذا صحيح دونك ندير هاد لو تريتمون هاد. قبيله ملي كانت 6 شد 6، واش صغر من 5 لا دوز، كبر من 5 اييه كدير التريتمون. الا جيت قلت ليه هي 5 شخصو يدير ليا، كنعاود ندير جافا سي ندير جافا كيكتب ليها لا فالور ايتيغال ا 5. هذا اون كرو هو لو برونشمون، لي برونشمون كونديسيونيل باف. كاينين طرق اخرى وميثود اخرى انستركسيون اخرى باش كنديرو هادو، نقدر نزيدكم وحده اللي ساهله شويه تشوفوا في حصه اخرى لا فونكسيون سويتش اللي كنستعملوها حتى هي في بعض الحالات، مي اغلبيه الحالات كنستعملو حنا اف الس اف اتسيتيرا. كاين سكون ابل لي فونكسيون لا لاستركسيون تيرنير، كتب هنا تيرنير. تيرنير شنو هي؟ مثلا فرضا ان كان عندي لا كونديسيون هي هادي، كان ما عنديش وناخذ شي اكزامبل اخرى، نجي ناخذ مثلا عندي مثلا فاريابل واحد لا فاريابل دو تيب شاند كاركتير اللي هو لو سيكس ديال داك السيد مثلا لو سيكس سي اش يعني استانوم، وانا غنقول ليه على حساب هاد لا فالور ديال سيكس واش هاد السيد نقول ليه مسيو ولا نقول ليه ولا سيده نقول ليها مادا، يعني الا بغيت ندير لا كونديسيون ديالي كما كيبان لكم في الصوره كندير لا كونديسيون ديالي غنقول ليه اف لو سيكس ايغال ايغال، لكن فرق بين هاد ايغال وهاد ايغال ايغال، هادي سي بور لا كومباريزون، هادي باش كتقارن كتقول واش هادي كتساوي هادي، بينما هادي سي لافيكتاسيون يعني لا فاريابل سيكس كنحط فيها لا فالور اش. هنا غنكومباري لا فاريابل سيكس مع لا فالور اش، الا كانت لا كونديسيون ديالي محققه غنقول ليه سيستيم بوان اوت بوان برينت الان، نكتب ميساج سي تان نوم افيك اش مينيسكول بيان سور، غنقول ليه اس الا ما كانش كتساوي اش ياك بطبيعة الحال ما يكونش راجل غتكون انثى، دونك نقول لي سيستم بوان اوت بوان برينت الين ونكتب لي هنا في الميساج سي اون فام. اوكي تيستو هذا شوفوا واش يعطينا. كنا كنكومبيلو لا كلاس ديالنا كنيكزيكوتيو سي تان نوم، الا جيت هنا بلاصة اش عطيتها اف يعني فام نيكزيكوتي واش يعطينا جافا سي سي اون فام. اوكي هذا اللي لاحظت بان كاين غير اف الس فقط، ما كاينش اس اف، يعني بحال كتقول كاين غير دوكا يا ا يا بي، يا كتساوي يا سيكس كتساوي اش يا ما كتساويش اس يا ما كتساويش لا فالور اش. فهاد الحاله نقدروا هاد خمسه سطور ولا ست سطور خمسه سطور بغيتو تحسبوهم ديرهم في سطر واحد، حيت خصهم يعرفوا لانفورماتيك سي لا سيونس دي باريسو، يعني بنادم لانفورماتيك دارت الكسالى بلوتو كو اللي عز عليه يدمر بزاف وديما هز عليه الهم، عارف الديفلوبر كون عنده بزاف د الخدمه دونك كنحاولوا نسهلوا على بعضياتنا الخدمه. لي ترنير كيفاش كنكتبوا ليهم؟ سهله، لا فورم هي لا سويفونت، كدير لا كونديسيون ديال كدير علامه استفهام، الا كان لا كونديسيون محقق كروتورني هاد لا فالور هنا كدير دو بوان، ولا ما كانش محقق كدير فالور هنايا كدير بوان فيرغول. دونك في هاد الحاله الا بغينا نتيستيو بليكزومبل ديالنا اش غنديرو؟ اول حاجه نكتب لا كونديسيون ديالي، لا كونديسيون ديالي شناهي؟ هي دو سيكس ايغال ايغال اش، كدير عن المسيفة ممكن دير لي فالور اللي غيردو لك، ملي كنقول لا فالور يعني
القيمة ديال شي حاجة، يعني ان شانت كاركتير ولا فهمتي من فاريابل كيلكونك وصافي. بون في هاد الحالة مثلا الا كان 6 اش غنقول ليه روتورني ليا اون مينيسكول، ولا الا ما تحقق الشرط نقول ليه روتورن لي ليا لا فالور فام. وهنا نقدر ندير هادشي كامل ديال لي سيستيم بوان اوت وان برينت ايلين ياك، ونستر شي كامل هنايا نكومونطيو داكشي الكود اللي ما عندنا ما نديرو بيه هنايا وهنايا، نيكزيكوتيو دابا داكشي ديالنا. اول حاجه نكومبيليو ونيكزيكوتيو الكود ديالنا جافا كيزاكو اس اف ستين فام. علاش؟ لان لا فالور هنا ديال اف ديال 6 هي اف، الا عطيتونا لا فالور اش جو كومبيلي جيكزيكوت كتب ليا اون. يعني انا اول يوم نكتب لي هاد الفيلم كامل كيكتب لي كلشي في سطر واحد. بون هو ماشي ريكوموندي بزاف تستعملو هادي، لان غالبا ما كيكونش عندك غير دوكا، ولكن الا احتاجيتيها كان عندك غير دوكا تختصر كدير كلشي في سطر واحد. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الدرس ديال اليوم، تعلمتوا شويه، نورتوا على لي برونشمون كونديسيونيل لونغاج جافا، ونضرب لكم موعد جديد في حصه اخرى سوكيزاكو.com. كان معكم رضوان، السلام عليكم.